اليوم احنا ناخذ في الاستمارات وتكون على شكل معلومات شخصيه للرياضي على مستوى النوادي الرياضيه. يكون هناك نبدو لي بارامتر وهما الفريكونس كاردياك، لا فريكونس ريسبيراتوار، لا ساتوراسيون اوكسيجين، لا تمبيراتور، لا طاي، لا كويتي فيزيوال. يفوت عند الدونتيست بور فوار الجيام بيكو دونتير. اليوم كتشخيص رايح ناخذ ونشخص الاصابات الرياضيه الخطيره للرياضيين على مستوى الولايه. وهناك في المرحله القادمه ان شاء الله خبراء من دول اجنبيه اللي عندهم باع كبير في الاصابات الرياضيه، وتكون عمليه جراحيه معقده على مستوى الولايه.